أستاذ عبد الله، أهمية لجان المقاومة في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، لجان المقاومة هي لجان ما زالت تعطي ولا تقف يعني، والذي يثار عنها من هنا هناك هو محاولات يائسة للتقليل من دور هذه اللجان في عملية التغيير التي تمت في البلاد. وهي لجان حديثة جاءت بثورة ديسمبر المجيدة وحققت ما يريده الشعب السوداني، وهي الآن عاملة وفاعلة في مجتمعها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستثني دورها الكبير. هذه اللجان منها من قدموا أرتالا من الشهداء، وأنتم تعلمون ذلك، أنهم فتحوا صدورهم، واجهوا كل صنوف العذاب، كل صنوف الهناية، نذروا أنفسهم لأن تكون ثورة ديسمبر المجيدة هي المقصد والمنتهى. ولكن الآن تبدو أن هنالك بعض الجهات. من المستفيد من هذه إثارة هذا؟ المستفيد من هذه الجهات من هذا هي جهات بعينها، نحن نعلمها وأنت تعلمها والآخرين يعلمونها. افصح عنها يعني، ما خلاص ما عاد زمن القضغة والدزيز. نحن هو نعم، إذا جئنا من ذلك نحن كل الذي يثار عن هذه اللجان، نحن حسب ما متابعين ومراقبين لهذا الوضع والتحول الذي يتم الآن في البلاد، هو من جهات معينة، أو أن هنالك بعض من الناس أرادوا استهداف هذا القطاع الحيوي والفاعل لأنه مؤثر في بناء المجتمع وفي قواعد المجتمع، وبالتالي الطرق عليه أو الضرب عليه يقلل من فاعليته أو يجهد معنيته، وهم لا يهمهم ذلك. أنا الآن وأنت والأستاذ كلنا من قواعد، نحن نرى، هل رأيتم بأعينكم أن هنالك أفعال سالبة فعلتها لجان المقاومة؟ يبقى هذا السؤال يمكن أن نجيب عليه في هذه الحلقة. وكذلك أننا نحن كبشر لا يمكن أن نجزم أنفسنا بأن لا يقع منا أو بعضنا أو نحن أنفسنا أن لا نقع في يسير من القلط. ولكن يظل دور لجان المقاومة مهم لنا نحن بالضرورة كشعب سوداني، وأن مهمتها لم تنتهي بعد، وأنهم هم الذين يحمون ثورة ديسمبر التي جاءت واقتلعت نظام الحكم السابق في البلاد. طيبة لحياة طيبة.